هاي انا تايا وانا فاشن ستايلست. ستايل مش بس ان احنا نمشي على الترندز، بس ان احنا ناخد من الموضه اللي يميزنا واللي يريحنا. والنهارده هوريكم 3 اشكال بوتس مختلفه وايه الاوتفيتس اللي تتلبس عليهم. اول بوت بني فاتح وتحت الركبه، وعشان هو واسع من فوق لبست معاه سكيني جينز ودخلتهم جوه، وكمان ممكن تلبسي معاهم بلوفر فاتح. ولو مش عاوزه تلبسي بلوفر قصير ممكن تلبسي واحد طويل ويكون مثلا مفتوح من الجناب. وتاني بوت هو بوت اسود فوق الركبه، وعشان طوله ممكن يتلبس معاه سكيرت قصيره او فستان قصير، وممكن كمان يتلبس معاه كولون بيج او اسود حسب الاوتفيت بتاعك. ثالث بوت هو هاف بوت اسود، وعشان ده بيسك جدا فانا لبست معاه اوتفيت بيسك برضو، ليجنجز اسود وفي جلد من الجنب وبلوفر جراي. وعشان الاوتفيت ما يكونش ممل حطيت معاه شنطه نبيتي. هستنى اسئلتكم في الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو ده لايك اند شير وفولو اس على انستغرام وسبسكرايب على يوتيوب، وتابعونا على الوصفه.com.